أكيد لو قلت قدامك جملة أنا اللي قتلت موفاسا أو دنيا ملهاش أمان بصوت أداء الفنان المصري المخضرم عبد الرحمن أبو زهرة، أول حاجة هتيجي في بالك على طول فيلم The Lion King أو الأسد الملك أو سيمبا زي ما أغلب الناس بتحب تسميه، واللي صدر سنة 1994. دنيا ملهاش أمان، هقول لك على سر خطير، أنا قتلت موفاسا. طب لو قلت لك بقى ان القصه الكرتونيه دي فيها جزء حقيقي وشخصيه حقيقيه بس الحبكه الدراميه بوظتها شويه، وطبعا مش بالقصد يعني. لان الفيلم اصلا صدر قبل شخصيتنا الحقيقيه ما تتولد، ولكن اتسمى تيمونا بيها فيما بعد، والشخصية دي من وجهة نظرنا بنسميها البطل المظلوم وهو سكار الشرير. ولو متعرفش حاجة بقى عن بطل قصتنا اللي هنحكي عنه النهاردة هو الأسد سكار فيس، تعال وأنا أعرف. في الفيلم الكرتون تم تقديم شخصية سكار على إنه ظالم ومش بيحب أخوه الأسد موفاسا، وخانه وتحالف مع أعداء الأسود الطبيعيين وهم الضباع عشان يقتلوا أخوه ويستولى هو على الحكم. لكن في الحقيقة ومن 12 سنة بدأت سيطرة وهيمنة ملك قوي ونبيل لبراري أفريقيا، وتسمى في الوقت ده بسكار فيس. وسكار كان موجود في أكتر دولة فيها أسود في العالم وهي كينيا. خالف سكار السلوك الحيواني الطبيعي والغريزي عند أي أسد، خصوصا لو كان بيصارع عشان يفوز بالحكم والسيطرة على الزمرة، وده بيكون عن طريق قتال مميت مع اخواته عشان يثبت انه يستحق يكون قائد للعشيره. وبيوصل الصراع ده الى انه ممكن بينتهي بمقتل احد الطرفين، لكن سكار فيس ما عملش اي حاجه من ده بالرغم انه اكبر اخواته واقواه وكان يقدر يفوز بسهوله وينتصر عليه، لكنه جند اخواته الذكور وادهم نفوذ وسلطه وهم الاسد سيسكو ومورانا. ومن انجازاته في فتره حكمه انه وصلوا خبر ان مجموعه من التماسيح اكلوا شبل من المملكه، وقدر انه يخرج التماسيح من المملكه كلها. وسكار كان نطاق حكمه ممتد من كينيا لاوغندا، وهو الوحيد في مملكه الاسود اللي قدر يهزم فرس نهر بالغ لوحده ويفترسه. ومسجل ليه طول فتره حكمه انه قتل حوالي 400 طابع بدون مساعده اخواته، ولكن ده طبعا مش مره واحده، ده كان على مدار فتره حكمه، ولكنه طبعا رقم كبير بالنسبه لاي اسد تاني. ورغم ان المنطقه بتاعت سكار بيدخلها بشر كتير الا انه عمره ما هاجم حد من البشر، لدرجه انه ليه مقطع شهير جدا بيمنع فيه مجموعه من الضباع واقفه على جوانب الطريق السريع منتظره اي ضحيه من بني البشر، ولكنه هاجمهم وبعدهم عن المكان. حقيقي تصرف نبيل وفريد ما يصدرش الا من ملك، سبحان الله. ومن المعروف ان مده حكم اي اسد كانت بتتراوح ما بين 3 ل 5 سنين، وفي خلال الفتره دي طبعا بيبقى فيه منافسين، يعني هتلاقي اسد يجي يحارب الاسد الملك ويهزمه وياخد الحكم منه، ودي دايره الحياه. إلا سكار فضل يحكم أوغندا وكينيا لحد لما مات، ما قدرش أي أسد تاني يحاول إلا أسد واحد واتهزم برضه. وده حصل في سنة 2011 لما أهل كينيا رصدوا أسد ضخم جدا يفوق حجم سكار بأضعاف، وكمان شاب وأصغر منه في السن، يعني في كل المواصفات اللي تأهله للفوز بالحكم. والكل قال خلاص كده النهاية قربت والأسد ده هياخد حكم المملكة من سكار. الأسد ده كان اسمه جرابي. العجيب في القصة إن سكار حاربه لوحده بدون اي تدخل او مساعده من اخواته، وبقوته وشجاعته قدر ان ينتصر عليه. وعشان يحذر اي اسد يفكر انه يتعدى حدوده اكله وساب راسه موجوده على هضبه لمده اسبوعين، ولكنه للاسف خرج من المعركه دي بقطع قوي في رجليه. وفي سنه 2016 خسر سكار للاسف عينه اليمين في معركه من اقوى المعارك اللي خاضها، واللي اطلق عليها خبراء الطبيعه برايد اوف ذا برايد او عزه العزه، اللي واجه فيها سكار واخواته 6 اسود، قتل سكار منهم اسدين لوحده. وفي اواخر ايام الاسد سكار لما اشتد عليه المرض كان بيقال انه بقى يخرج يمشي لوحده لمسافات بعيده، والغريب انه كان كل ما يعدي على عشيره من الاسود كانوا بيقدموا له جزء من اكلهم بدون اي نزاعات تقديرا ليه. الى ان جاءت لحظه موته وهو لوحده في البراري بيعاني من سكرات الموت اللي تم التقاطها وتوثيقها من قبل مصورين الحياه البريه وموثقين رحله الاسد العظيم سكار فيس، اللي انتهت رحلته بنهايه دراميه. في توقيت موته زقرت كل الاسود واصوات الحيوانات بدات تعلو معلنه عن وفاه اقوى اسد في التاريخ وهو الاسطوره سكار فيس. وهنا بتكون خلصت حلقتنا، وعايز اعرف رايكم في الكومنتات، هل فعلا سكار فيس كان اسطوره ولا مجرد اسد عادي؟ اشوفكم على خير.